السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده معانا خبر محزن جدا جدا وخبر مؤسف عن الفنان الكبير، يعني صاحب القلب الطيب العطوف اللي بيساعد يعني خلق الله بالجميع، سواء فنانين او حتى لسه مبتدئين. احمد السقا اصابته بالعمى، هنشوف ايه الموضوع وايه اللي حصل اثناء تصوير فيلمه الجديد. بس في البدايه ندعي له بالشفاء وندعي لكل مرضانا، وكمان نصلي على رسولنا عليه افضل الصلاه والسلام. الفنان احمد السقا طبعا بيمر بازمه صحيه كبيره جدا جدا، وده اللي تم الاعلان عنه طبعا منذ ايام، لكن ما كانش حد واخد باله يا ترى في ايه، خصوصا ان احمد السقا دايما بيعمل كل مشاهده بنفسه، يعني ما بيستخدمش حد تاني، دايما معظم المشاهد طبعا مشاهده كلها اكشن وخطيره. ودي بقى مش اول مره اصابه احمد السقا بالعمى، قبل كده اتصاب بالعمى من كام سنه بالتحديد في 2007 أو 2007 بالتحديد. طب إيه اللي كان حصل وقتها؟ طبعا ده من زمان جدا، لكنه هو كان عمى مؤقت في إحدى يعني في عين واحدة بس، يعني يا الشمال يا اليمين، وهو كان في العين اليمين، وطبعا ده كان عمى مفاجئ ومؤقت بسبب طبعا مشهد ما في مسلسله. في التوقيت ده ما كانش في حد خالص ممكن يعالجه، ما عرفش كانت اجازه، خصوصا ان هو كان متواجد في الاسكندريه وما كانش في القاهره، كان في طبيب معالج بالصدفه، هو وجه بنفسه الشكر للطبيب ده وقال له لا ما كنتش هتحسن وما كنتش هبقى في اللي انا فيه، لانه بجد دكتور شاطر جدا وهو سافر امريكا، ووجه ليه الشكر، وطبعا قال ده واجب عليا ودين في رقبتي لازم ادهوله، ويعني كل واحد لازم ياخد حقه. طب ايه اللي حصل تاني في الساعات الاخيره؟ سمعنا اخبار كتير عن اصابه احمد السقا بالعمى، فعلا يا جماعه هو اتصاب في عين واحده تاني بالعمى، وللاسف الموضوع خطير جدا وهيجري عمليه جراحيه، هو في عين ما بيشوفش بيها حاليا تماما، وبرضه ده بسبب تصويره مشهد جريء ومشهد صعب جدا طبعا في فيلمه اللي لسه ما عرفش هيتعرض امتى الله اعلم، ولكن اتصاب بالعمى برضو، وده الله اعلم بقى اذا كان هيكون مؤقت او لا قدر الله هيستمر معاه بعدين. ولكن كل الناس قالوا ان هو هيسافر بره مصر علشان بيحاول يشوف نفس الطبيب اللي عمل له العملية قبل كده. بالمناسبة الطبيب ده هاجر فما بيرجعش مصر تاني، خصوصا من بعد وفاة والدته، وده اللي أحمد السقا قاله، قال أنا لحقته وكنت آخر عملية عملها في مصر، هو كان طبيب شاب، وقال هو دلوقتي مشهور جدا جدا. وقال كمان أحمد السقا قبل كده في حوار تلفزيوني إن هو لولا الطبيب ده الله أعلم كان هيشوف أو لا. نتمنى ليه طبعا الشفاء العاجل، هوفيكم بكل اخباره، ويا ترى هيسافر بره مصر للطبيب ولا الحاله هتستدعي ان هو يعمل العمليه هنا في مصر بسرعه، اكيد عندنا اطباء شطار، ولكن يعني عند العين ده والواحد بخاف جدا جدا طبعا، محدش يتمنى حد يفقد نظره، طبعا دي حاجه خطيره وحاجه صعبه جدا، خصوصا ان هو اتصاب بيه قبل كده، فهو حاسس بمدى الالم اللي هو بيشعر بيه. ربنا معاه ويقومه بألف سلامة، وإن شاء الله تكلل العملية بالنجاح. ادعوا له، وإن شاء الله لو في تفاصيل جديدة أو إجراء العملية هنحاول نصور لحضراتكم كل التفاصيل وكل اللحظات الأخيرة، استنوا منا كل جديد. شكرا جدا لحضراتكم، ادعمونا بلايك لو تكرمتم. سلام عليكم.